انضمت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن إلى صمت وطني حدادا على ضحايا هجوم كريستشيرش الإرهابي بعد ظهر اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي. وقالت أردرن إن نيوزيلندا حزينة معكم ونحن واحد. بعد أسبوع واحد من هجوم كريستشيرش الإرهابي وقف نيوزيلنديون في جميع أنحاء البلاد جنبا إلى جنب دقيقتين صمتا إكراما لأولئك الذين قتلوا أثناء أدائهم شعائر العبادة في مسجدين بعد ظهر يوم الجمعة الماضية. ولقي 50 شخصا مصرعهم في الاعتداء الإرهابي على مسجدين في مدينة كريستشيرش النيوزيلندية. وتم وضع اليميني الأسترالي المتطرف مرتكب الاعتداء الإرهابي في الحبس الاحتياطي حتى جلسة المحكمة القادمة. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.